عارفين او بنسمع انه دايما يقول لك ايه الحلاوه حلاوه الروح، ده كلام ما فيهوش اي شك خالص، بس برضو لازم نهتم بمظهرنا وشكلنا الخارجي لانه بيأثر على نفسيتنا جدا. عشان كده النهارده معانا دكتور ريم، دكتوره الجلديه والتجميل والليزر في عيادات ديرما هيلث. اهلا بيك يا دكتور، منورانا. ميرسي جدا دكتور. مجال التجميل ما بقاش مختصر بس على الستات الكبار، لا انا دلوقتي شايفه خالص. البنات الصغيره بقت واعيه جدا لموضوع التجميل وان هي تهتم ببشرتها وجسمها، بس المشكله اللي بيحصل بيبقى مع قلة الخبرة. أنا مثلا عندي متضايقة من حاجة في بشرتي، مش عارفة إيه المناسب ليا، فأنتوا بتقدروا تساعدوا البنات دول إزاي؟ أول حاجة إحنا بنبدأ نقابل البنت ونعرف هي بتشتكي من إيه، أو إيه الحاجة اللي هي مضايقاها وبتدور على إنها تحلها، من تصبغات مثلا، مكان حبوب أو حفر أو زوايد جلدية أو تجاعيد أو مجرد عايزة تدي جلو أو نضارة لبشرتها. كل حاجة من الحاجات دي ليها الحل بتاعها. تمام. ما ينفعش اخد حل حد مكان حد، يعني ما ينفعش يعني مثلا كل حاله ليها الحاجه الخاصه بيها اللي تجيب معاها نتيجه عشان تحس بالفرق. تقشير كيميك او كيميكال بيلينج او ديرما بان او ميزوثيرابي اللي هو الحقن او البوتوكس او الكلام ده. البوتوكس والفيلر دلوقتي بقى يعني هو المجال بتاعهم، وفعلا مش للناس الكبيره بس، لاي سن. يعني في ناس من اخر العشرينات نبدأ نحقن بوتوكس علشان نأخر ظهور التجاعيد. أوكي. وحاجات كتيرة حسب بقى كل حد بيدور على ايه، او المشكلة ايه، او اللي احنا بندور نعالجه ايه. عارفة يا دكتور المشكلة انه احيانا بنبقى حاسين مثلا سمعنا عن الديرما بان، حلو نروح رايحين للدكتور انا عايزة ديرما بان، مع ان ده ممكن يكون مش حل مشكلتي. انا عايزة اعمل ديرما بان ليه؟ ما هي بقى السؤال، في حاجات بتبقى طالعه موضه فالناس بتبقى رايحه عايزه تعملها وخلاص، بس لازم تعرف انه لكل حاجه ليها حاجه. بالظبط. يعني انا عايزه اسال حضرتك انه فكره انه هل بتوجهوا الناس انه انا دلوقتي طبعاً. انا جايه لك عندي مشكله مثلا تصبغات مثلا، اعمل ايه مثلا، فهتوجهيني طبعاً. ولا انا مثلا عايزه اعمل ديرما بان وخلاص، يعني فاهمه قصدي؟ يعني كل حاله بيبقى ليها الحل المناسب او البيست اوبشن ليها. يعني ممكن يبقوا اتنين اخوات جايين بس دي ليها حاجه ودي ليها حاجه. مظبوط. ونتيجه أوي. كل واحده عن التانيه مختلفه لان مفيش حد زي التاني. يعني ممكن الاثنين يعملوا نفس الحاجه النتيجه تطلع مختلفه. النتيجة نقطه تختلف مهمه برده، وبان اسرع عند مين. فهو مفيش قواعد ومفيش حاجه لازم تحصل زي ما شفتها في الفيديو او شفتها على تطلع لي انا، مفيش حاجه. دي نقطه مهمه قوي لان في ناس كتير بتحبط، يعني بتبقى رايحه مفكره هتطلع بقى من العياده. في حد بيحتاج جلسه، حد يحتاج اتنين، حد بيحتاج ثلاثه، حد بيبدا من بدري، حد يقشر متاخر، حسب انا. يعني لازم طبعا الكوميونيكيشن مع الدكتور في الاول، ولازم نعرف يعني نبقى متارجتين شكوى البنت ايه، هي مزبوط. عايزه ايه بالظبط. انا عايزه اقشر، انا عايزه اعمل ديرما بان، انا عايزه اشيل زوايد جلديه، انا بدور على ايه. وده طبيعي. اهم حاجه الكوميونيكيشن. يعني طب دكتور كلنا دلوقتي بقى بنسمع عن الليزر الليزر الليزر، دايما تحسي انه حل لمعظم المشاكل، ولكن بنسمع انه احيانا حل زي ما قلنا للتصبغات، للزوائد الجلديه، والاهم بقى وهو موضوعنا النهارده اللي يعني مش هنسيب حضرتك غير لما نعرف كل تفصيله فيه. بعد اذنك طبعا. انه فكره ازاله الشعر بالليزر، ناس كتير قوي بتخاف وهي بتقبل على الخطوه دي، وناس تانية تقول لك حياتي اتغيرت، اوعي تكوني ما عملتيش الليزر. فقولي لنا يعني الليزر هو غالبا يعني من احسن الحاجات اللي ممكن تتعمل الايام دي. خلينا اشرح لكم بالراحه الليزر ازاله الشعر ده بيعمل ايه. لو انا عندي سطح الجلد بالمنظر ده وعندي شعر تحت، جذور شعر وشعر فوق، انا بشيل الجزء اللي فوق بالشيفر، ودي اول نقطه. لازم اكون محافظه على جذور الشعر، يكون عندي جذور شعر كتير تحت. يعني ما ينفعش واحده تكون عامله اي حاجه فيها ايبيليشن او نزع لجدر الشعر وتيجي تعمل ليزر. يعني ما ينفعش الواكس او السويت، لكن ممكن بالموس. بالظبط. لازم تكون اخر نزع للشعر بقاله 3 اسابيع او 21 يوم. تكون الجذور كملت تحت. ببدا امشي فوق سطح الجلد بالليزر. الليزر ده هنتكلم ببساطه بدون الدخول في تفاصيل او مسميات علميه كبيره. تمام. الليزر ده بينزل على جدر الشعرايه ويمسك عليها كده ويقول لها ما تطلعيش. كويس. انا بفضل كل جلسه اركب على نفس الجدر جزيئات ليزر تاني. أوكي. فما ينفعش في لحظه من اللحظات تقومي شايله الجدر رمياه، هتطلعي جدر جديد كانك ما عملتيش حاجه. بالظبط. فدي اكبر غلطه الناس بتقع فيها، ان انا اعمل ايبيليشن او ان انا اشد جدر الشعر في نص الجلسات. اوكي. ساعتها دي اللحظه الوحيده او الغلطه الكبيره اللي الناس بتعملها وتقول لك انا دفعت فلوس في مفيش حاجه ولقيت الشعر بيرجع يطلع تاني وما استفدتش عشان هي عملت كده. يعني لازم تستمر، يعني وانس خلاص قررت ان هي هتبتدي ليزر اول حاجه تحافظ على الجدر. انا عايزه احافظ على الجدر ده موجود معاكي، ما تشيليهوش. أوكي. تمام. لازم اعمل جلسه كل شهر من اول احنا بنعمل 6 ل 8 جلسات، اول 3 او 4 جلسات بيبقوا كل شهر.
طب خليني دكتور اقول لك على حاجه. اوقات البنات بتبتدي تعمل مثلا السيشنز، تيجي على السيشن الرابعه او الخامسه تحس ان هي خلاص الشعر قل مش محتاجه تكمل فبتوقف. لا، كملي الكورس بتاعك من 6 ل 8. هي الفكره حتى لو الشعر لسه ما طلعش، لان الجدر بدا يضعف لان انا مركبه عليه ليزر. اوكي، فالشعرات بتطلع باهته ورفيعه او ما بتطلعش اصلا. اصبري وخدي بقيه النتيجه بتاعتك عشان تعرفي تصبري عليها طول العمر. يعني كملي من 6 ل 8 جلسات، مره كل 6 شهور، مره كل سنه، هي الحلوه كل قوي. فين وفين بقى ومش شرط مش عايز تعملي ما تعمليش، لان انت في ساعتها لو عملتي شيفنج او يعني شلتي بالشفرات الشعر مش هيرجع زي الاول، مش هيبقى لا اسود ولا خشن ولا تخين زي ما الناس فاكره ان الشيفنج بيعمل. بالعكس، الشعر بيطلع رفيع وباهت وما بتحتاجيش تعملي شيفنج اكتر من مره في الشهر مثلا او حاجه. طيب حضرتك احنا عارفين طبعا ان الشيفنج، وحضرتك اكدت لنا ده، ان هو الوسيله اللي لازم نستخدمها قبل الليزر. بالزبط. طيب بنيجي بقى المشكله بتتسال، يعني دايما الناس بتسالنا وتقول لنا طيب عارفه اللي هو الرجل اللي بتبقى شبه الفراوله كده اللي هي ستروبري ليج، او فكره انه جلد الوزه اللي هي بيسموه كده يعني بالعربي اللي هو فكره محبحب، ده بالزبط. نتيجه الشيفنج حله ايه بقى؟ بصي انا عايزه افرق بس للناس ما بين حاجتين، ما بين الكيراتوزيس بايلاريس او الحبحبه بتاعه الجلد او الاستروبري ليج اللي هو انا بحط ايدي على الجلد احس فيه حبوب، وما بين ان انا عندي كمان شعر تحت الجلد تحت الحبوب. دول حاجتين مختلفين. طبعا لازم نكشف على 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 الحاله الاول قبل ما نشخص، وما ينفعش ياخد حد ياخد علاج كده. طب يا دكتور الفرق ده بيبان؟ طبعا انا ممكن اكون محبحبه مثلا في نص دراعي من فوق بس مفيش شعر. اوكي بس انا عندي جيراتوزيس بايلاريس او ستروبري ليج او جزء بالظبط في نص، في جزء من الجسم ما فيهوش شعر اصلا. ساعتها انا بعمل كريمات ومقشرات ولازم ارطب كويس جدا، ده اول حاجه ان الجسم يكون مترطب كويس، واستعمل مقشرات فيها حاجات زي الساليسيليك اسيد ايا كان يعني الطبيب بيوصفها. اون توب بقى لو عندي شعر تحت الجلد ساعتها لازم الليزر، ونتائجه بتبقى اكتر من 80%. لان يعني الشعر لو مفيش شعر ممكن تعالجي جلد الوزه بدون الليزر. انت هتعملي ليه اصلا ليزر ازاله الشعر ومفيش شعر؟ تمام. مش ساعتها بنعالج بس الترطيب كويس. أوكي. بحاجات فيها يوريا، مرطبات فيها يوريا، ومقشرات فيها ساليسيليك اسيد طبعا تحت اشراف الطبيب، هو اللي بيكتب البريسكريبشن او الادويه. اوكي. ولو في بقى يعني معظم الاستروبري ليج بيبقى في الرجل او بيبقى في اماكن فيها شعر اون توب في شعر تحت الجلد، بنبدا نعمل جلسات ليزر ازاله شعر، وساعتها النتائج بتبقى اولموست 85%. طب بصي يا دكتور بقى احنا معانا الفيديو على الشاشه، فيعني الفيديو ده يخليني كده اروح لسؤال، انه دايما لما بنيجي نحجز الليزر او حد بيفكر يعمله يتقال فكره انه بالنبضه، والنبضه بسعر كذا وباكج كده بنبقى عمالين نحسب يا رب هندفع كام، طب هتطلع كام نبضه، مش في حلول للموضوع ده؟ بالظبط، احنا عندنا في ديرما هيلث الجهاز اللي اسمه ميديو ستار برو. الميديو ستار برو هو جوكر دلوقتي بالنسبه لاجهزه ازاله الشعر، اولا بالاريا بالمنطقه بسعر ثابت بنعمل بيه المنطقه، لان النبضه بتاعته بتوصل لحد 10 سنتي، وبنروح ونيجي على المكان. يعني اول مره اسمع الموضوع ده جديد يعني. بالظبط. يعني واحنا بنحجز نحدد احنا عايزين هو الميديو ستار، احنا عندنا في ديرما هيلث الميديو ستار لانه كفاءته عاليه جدا قصاد المشاكل اللي بنسمعها عن الليزر غالبا مش موجوده، الامان زائد ان مفيش وجع، البلس بتوصل لحد 10 سم. مهمه جدا انه لا في مشاكل منها. لا في مشاكل، لا تصبغات ولا بعد الشر حروق ولا اي حاجه ولا مؤلم، التبريد بتاعه عالي جدا زي ما احنا شايفين في الفيديو، بنحط الاول طبقه جل. امن الحوامل يا دكتور؟ بصي مفيش اي دراسه قالت ان احنا نعمل ليزر او ما نعملش وقت الحمل. أوكي. بس يفضل ان انا استنى لحد ما تولد وتخلص رضاعه بحيث هرموناتها تكون استقرت. يعني ولا حمل ولا رضاعه يفضل؟ يفضل بس مش اخر الدنيا يعني، هي الفكره بس ان الهرمونز كل ما كانت هرموناتها مستقره، ونفس الفكره على البنات الصغيره، اي بنت حتى لو مش حامل هرموناتها مش مظبوطه، بمعنى ان البيريد او الدوره الشهريه ما بتجيش كل شهر في ميعادها، ما تجيش تعمل ليزر غير لما تروح الاول لدكتور نساء تشخص وتاخد ادويتها وهرموناتها تتظبط تعمل دي معلومه كويسه حلوه قوي. دكتور انت عامله لنا مفاجاه بقى لمشاهدينا، احكي لنا عنها. احنا هنعمل ان شاء الله سيشنز مقدمه من ديرما هيلث فور فري لمتابعينا على السوشيال ميديا، ستي توند يعني تابعونا على السوشيال ميديا. حلو قوي. سيشنز فور فري، هنختار 5 هنعمل لهم سيشنز ليزر هير ريموفل ان شاء الله فور فري، هنعلن عنها النهارده بالليل على السوشيال ميديا بتاعتنا.
ميرسي جدا ليكي يا دكتور وشرفتينا وبجد استفدنا بالمعلومات، معلومات مهمه جدا تفيد البنات كلها. بشكرك نورتينا. مشاهدينا اتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا معلومات جديده تقدر تفيدكم في موضوع الليزر، لان هو موضوع مهم جدا بقى في حياتنا. ما تروحوش في اي حته، نروح لشيف فاطمه، نطلع فاصل ونرجع لكم مع شيف فاطمه.